التكنولوجيا كمصادر معلومات مهمة، ماذا عن تأثيرها على التعليم من وجهة نظركم كمتخصص؟ حين نتحدث عن المعلم، أنا لا أقول معلم التعليم العام بحسب، بل يتعدى ذلك إلى أعضاء تجربة الجامعات السعودية بالكليات وبالجامعات وكل من ولاه الله عز وجل تربية النشأ. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي نقدمها تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الكاسي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة ورئيس الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم. حياك الله دكتور، وسعيد اليوم باستضافتك معنا اليوم. أهلا وسهلا بك أخ عبد الله، شكرا لك وشكرا لبودكاست الجامعة على إتاحة الفرصة أن نلقي الضوء في هذا اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام. وحين نتحدث عن المعلم، أنا لا أقول معلم التعليم العام بحسب، بل يتعدى ذلك إلى أعضاء تجربة الجامعات السعودية بالكليات وبالجامعات وكل من ولاه الله عز وجل تربية النشأ. فالمعلم الحقيقة يستحق أن نقف معه في مثل هذا اليوم، وأشكر وأكرر الشكر لكم على إتاحة الفرصة لهذه الاستضافة. حياك الله دكتور، بلا شك أنه يوم اليوم العالمي للمعلم هو يوم عظيم بلا شك. بالنسبة إلى اليوم العالمي للمعلم، أين موقع المعلم بين جميع المهن في هذا الزمن؟ الحقيقة أنا لا أتفق معك تماما نهائيا في مسألة أن التعليم هو مهنة أو أنه وظيفة، بل أنا أقول التعليم هو أمانة ورسالة، والله عز وجل قد اصطفى لهذه الرسالة والأمانة ورثة الأنبياء. فالمعلم الحقيقة يقع على عاتقه مسؤولية عظيمة جدا في تربية النشأ، وأنا على يقين كبير جدا بأن المعلم يعني يستشعر مثل هذه المسؤولية، ونسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالتوفيق والإخلاص. جميل. سعادة الدكتور، كيف برزت لديكم فكرة إنشاء الجمعية السعودية العلمية للمعلم؟ الحقيقة هذه فكرة يعني هي عجيبة، وأتت هي من منطلق يعني قصة ظريفة جدا. في يوم من الأيام كنت أصلي المغرب، وفي السنة الراتبة البعدية لصلاة المغرب أتاني آت الشيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، لأنه أتى إلى أبو هريرة وكان حارسا على الصدقة، فكان يعبث، أتاه الشيطان على هيئة شيخ كبير يعبث بالمحصول، فلما اشتكاه أبو هريرة قال لا أرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا أعليك كلمات إذا قلتهن أذهب عنك. فنقل أبو هريرة الخبر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، في آخر المطاف قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه الشيطان، أخبره آية الكرسي. فالشيطان أتاني في صلاة المغرب في السنة الراتبة وحدثني بفكرة مثل إنشاء هذا الفكرة. بعد صلاة المغرب الحقيقة دونت هذه في النوت في جوالي، وفي صبيحة اليوم الثاني كنت حينها عميدا لكلية التربية، كتبت صفحات يسيرة، ثم دورتها إلى زميل آخر فكتب عليها إضافات، ثم أنضج الفكرة، ثم رفعناها من خلال المجالس المعنية، فبوركت الحقيقة من خلال اللجان المعنية في الجامعة، مرورا بمجلس الجامعة، مرورا بمصادقة معالي رئيس وزير التعليم على الفكرة، ثم دشنت الجمعية على هامش مؤتمر كلية التربية الأول في فندق أبها برعاية وحضور معالي وزير التعليم في حينها، وانطلقت الحمد لله هذه الجمعية من عام 1437، والحمد لله هي تأتي ثمارها وتحقق أهدافها يوما بعد يوم. جميل. سعادة الدكتور، ما الذي استطاعت الجمعية تقديمه، وكيف تصفون العلاقة بين كلية التربية والجمعية؟ جميل. بالنسبة ما الذي استطاعت أن تقدمه، الجمعية هي تسير وفق رؤية ورسالة وأهداف وخطط، خطة استراتيجية هي منبثقة من خطة الجامعة، من خطة الوزارة، من رؤية المملكة العربية السعودية. مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية يسعون جاهدين على تحقيق هذه الأهداف من خلال شركائنا الذين هم أعتبرهم سفراء. فالجمعية تزخر بعدد كبير من أعضائها على مستوى المملكة العربية السعودية، لا تخلو إدارة تعليمية
من عضو أو عضوين أو ثلاثة أو عشرات الأعضاء من أعضاء الجمعية الذين يحققون ويسهمون معنا في تحقيق أهداف هذه الجمعية. أما بالنسبة لكلية التربية فأنا دائما أقول وأبدا كلية التربية في الجامعات السعودية هي محاضن وهي الحقيقة هي بيوت الخبرة وهي كذلك مصانع إعداد المعلم، وبالتالي الجمعية أنا على ذكر تامه بأنها تتقاطع مع كلية التربية ومع الإدارات التعليمية ومع مراكز التطوير المهني في الإدارات التعليمية في التطوير المهني للمعلم وفي إعداده قبل أثناء الخدمة قبل الخدمة أو أثناء الخدمة. عودة لمهنة ورسالة معلم دكتور، كيف ترون دور المعلم في تربية النشأ وتشكيل مستقبلهم، وكيف تلاحظون علاقة المعلم والطالب؟ الحقيقة هذا موضوع كبير جدا يا أخي عبد الله، ولذلك اسمح لي أن أقول أن المعلم له الفضل بعد الله عز وجل في تشكيل شخصية النشء وفي تعزيز قيم الوطنية قيم الإسلامية في النشء، وأنا على يقين تام بأن كل شخص في ذاكرته شخص أو معلم كان له الأثر بعد الله عز وجل في ذلك. فالمعلم له الفضل الكبير وهو النبتة التي أنبتت أو البذرة التي أنبتت في نفوسنا، وله الفضل بعد الله عز وجل في كل حرف تعلمناه وفي كل كلمة تعلمناها. أما بالنسبة لعلاقة المعلم بطلابه، وقبل أن أدلف إلى هذا الموضوع يحضرني كلمة أو وصية لعتبة بن سفيان لمربي أبنائه حين قال ليكن أول ما تعلمهم إصلاحك لنفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فإن الحسن عندهم استحسنت والقبيح عندهم استقبحت. فلذلك المعلم يقع على كاهلة مسؤولية عظيمة جدا جدا جدا، فيجب أن يكون القدوة الحسنة لطلابه، يجب أن يكون مستشعرا هذه المسؤولية والأمانة التي وكلت إليه. أما علاقة المعلم بطلابه فأنا أتوقع أن علاقة المعلم بطلابه لابد أن تكون علاقة الأبوة الأخوة الصداقة المودة الرحمة. حدثني يا أخ عبد الله، حدثني أيها المستمع المبارك عن هذه الروح، عن هذه القاعة التي يملأها هذا الجو، وحدثك عن الإنتاج، عن الإبداع، عن التفوق، عن النتائج العظيمة جدا التي تحققها من خلال هذه القاعة. متى ما فقدت قاعة الدرس عن هذا الأجواء الحب والود والمحبة والأخوة والصداقة والأبوة فك تماما من الانتج. ولذلك لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قبل أن يقدم المعرفة لمعاذ يقول له يا معاذ يا معاذ. تخيل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الغلام أو هذا الشاب ويقول له يا معاذ ويناديه، ثم يقول قبل أن يقدم المعرفة والله إني لا أحبك. لا يكفي أن يقول أحبك بل يؤكد هذه المحبة والله إني لا أحبك، ثم ماذا؟ هذا تهيئة لما بعد هذا الكلمة، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. فلذلك يا أخي عبد الله المحبة في التعليم أمر مهم، وذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ مشروعه العالمي العظيم في المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار التخلية، ثم عقب بعد أن أنهى هذه المهمة بدأ إعلان مشروعه، بدأ بناء المسجد. فلذلك مهم جدا أن تكون علاقة المعلم بطلابه هي علاقة الأبوة، علاقة الأخوة، علاقة المودة، علاقة الرحمة، علاقة الزمالة أحيانا. فمهم جدا هذا الروح، وبالتالي متى ما أحب الطالب أستاذه ثق تماما أنه يتقبل منه كل ما يريده. التكنولوجيا كمصادر معلومات مهمة، ماذا عن تأثيرها على التعليم من وجهة نظركم كمتخصص؟ الحقيقة التقنيات الحديثة هي متسارعة جدا، والمعلم يجب وجوبا أن يتعامل وأن يتعايش وأن يواكب مثل هذه المرحلة. وأنا أقولها بكل صراحة أن المعلم السعودي استطاع بكل جدارة أن يواكب هذه النقلة النوعية، سيما في أزمة كورونا كان المعلم يعني مثال يحتذى في مثل هذا الجانب. التقنيات الحقيقة هي نعمة من الله عز وجل، يسرت قربت البعيد ويسرت كل عسير.
الطالب صغيرا كان أو كبير يستطيع الآن أن يحصل على المعلومة بأسرع وقت. الوزارة مشكورة الحقيقة بذلت كل قصارى ما تملك من ميزانيات وجهود وموارد بشرية ومادية في سبيل يعني الرقي بالتعليم في هذا المرحلة المهمة جدا. فنجد ما شاء الله تبارك الله المنصات، نجد القنوات التلفزيونية، يستطيع الطالب الحقيقة أن يواكب مثل هذا التعليم وهذه المرحلة بكل اقتدار ولله الحمد. لكن مع هذا كله أنا على يقين بأن مهما تقدمت التقنيات والتكنولوجيا إلا أن المعلم ما زال يشكل العنصر القوي في عملية التعليم والتعلم. إذن دكتور، ما هو واجب المعلم اتجاه التطورات المتسارعة في المناهج وفي التقنيات والتكنولوجيا؟ جميل جدا. المعلم للحقيقة هو مطالب أن يتعايش ويواكب المرحلة، ومن لم يتقدم تقادم. أنا على يقين أن المعلم الآن هو من يسابق إلى برامج التطوير المهني، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ما شاء الله تبارك الله يعمل وفق خطط استراتيجية كبيرة جدا مع مراكز التطوير المهني في إدارة التعليم، فبالتالي المعلم مناطبه أن يواكب المرحلة. ولله الحمد يعني المعلم كما ذكرت سابقا أثبت وجوده من خلال المرحلة السابقة في كورونا. تقنيات التعليم مهما تقدمت وتكنولوجيا التعليم مهما تقدمت، أنا على يقين أن المعلم ما زال العنصر المؤثر، لأن القضية ما هي قضية معارف فقط لا غير، بل المعلم مناطبه أن يحقق الأهداف المعرفية والأهداف الوجدانية والأهداف المهارية. فإن تحققت المعرفة من خلال التكنولوجيا، لكن المعلم أنا على يقين أن له الأثر البالغ في تحقيق وصقل المهارة في بناء وتعزيز القيم والاتجاهات. كتاب معلمون ولكن أحد إصداراتك التربوية، ما فكرته ومضمونه؟ أعيد مرة ثانية بأن الفكرة غريبة جدا. هي الغريب يعني أنا في بالي يوم الأيام أن يكون عندي سلسلة يوميات معلم، يوميات مرابط على الحد الجنوبي، يوميات خطيب جمعة، يوميات مأذون عقود أنكحة، يوميات. فقلت خليني أبدأ من المعلمون ولكن. فالفكرة بسيطة جدا، صممت نموذج على جوجل درايف عبارة عن أخي المعلم، لا شك أن يومك يسخر بالمواقف التربوية والإنسانية والاجتماعية، والتي هي غالبا ما تكون حبيسة غرف المعلمين ويتناقل المعلمين بينهم. الهدف من الموضوع أن نعمم هذه الفائدة على المجتمع ليستفيد منه. أرجو منك تدوين هذه المواقف وكتابة عنوان للموقف، كتابة أهداف أو الدروس المستفادة من الموقف، تصنيف الموقف اجتماعي إنساني تربوي وكذا. ثم في الأخير يعني تعهد من كاتب هذا النموذج بأني أجيز للأخ عبد الله بن علي الكاسي نشر هذا الموقف مع تدوين معلوماتي وبياناتي. بسيط جدا الفكرة هذه، هي بدأت الفكرة، عممتها، نشرتها بعلاقاتي واسعة مع زملاء في الميدان، تداولت إلى أن وصلت إلى خارج المملكة العربية السعودية، وصلني 365 موقف، بعضها جدير بأن ينشر، بعضها يبكي، بعضها يضحك، بعضها لا يستحق النشر. أخرجت في هذا الإصدار 55 موقف، أعدت كتابتها، أعدت صياغتها، دفعتها إلى مختص في اللغة العربية فراجعها، ثم أضاف إليها ما جملها وحسنها، ثم خرجت. أنا اسمح لي يا أخ عبد الله أن أذكر موقفا واحدا ليعلم المستمع الكريم بأن المعلم دوره عظيم جدا جدا جدا، وعلى المعلم أن لا يبتغي الأجر إلا من الله عز وجل. القصة هذه يحكيها معلم على حدود المملكة العربية السعودية في منطقة ما. يقول القصة لولي أمر، هو انتقل من البادية إلى هذه قريب من هذه المدرسة ليعلم أبنائه. فلما شرف أبنائه على التخرج من المرحلة الثانوية، اثنين منهم، ذهب إلى مدير المدرسة في الأسبوع الأول من الدراسة وقال أريد أن أرحل. لماذا؟ قال قحطت الأرض وأجدبت الأرض وأريد أن أرتحل إلى مكان آخر. طوب معك؟ قال أبنائي يعني بلاش يتعلمون، أهم شيء الأغنام والحلال هذا حتى لا يهلك. فمدير المدرسة قال لا، لن أوافق على رحيله. قال كيف لا توافق؟ هؤلاء أبنائي. قال أعط غنمك الشعير.
قال من أين أتي بالشعير؟ قال لو أمن لك الشعير للغنم وللحلال هل ستبقي أبنائك؟ قال نعم. فتكفل مدير المدرسة بجلب الشعير لأغنام هذا ولي الأمر كل يوم جمعة، مقابل ماذا؟ مقابل أن يكن أبنائه لمدة عام كامل. ثم تخرج هؤلاء الأبناء، والآن هؤلاء الأبناء يعملون معلمين في نفس المرحلة في نفس المنطقة. هذا المعلم أنا على يقين بأنه لا يبتغي الأجر إلا من الله عز وجل، فهنيئا له. تخرج هؤلاء الطلاب وتعلموا في الجامعة بعد الثانوية، وعادوا إلى مرة أخرى إلى ديارهم يعلمون النشء، وأسأل الله عز وجل لا يحرم هذا المدير المدرسة أجر هؤلاء الطلاب. فهذه واحدة من القصص التي وردت، وهو نتاج الميدان التربوي للمعلمين والمعلمات. إن أذن الله وأمد في العمر أخرجت ما تبقى من هذا الرصيد، وإن سبق الأجل فالله عز وجل يهيئ لنا ولكم كل خير. أطال الله في عمرك يا دكتور. سعد دكتور، هل من كلمة أخيرة لليوم العالمي للمعلم؟ الحقيقة أنا في هذا المكان وعبر هذه المنصة وعبر بودكاست جامعة الملك خالد أقول أن المعلم كما قال الأول، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلما. المعلم جدير بالاحترام، ولكن يجب عليه أن يضع في قرارة نفسه أنه لن يؤجر إلا من الله عز وجل، وما يتقاضاه من مكافأة هي عون له على أداء هذه المهمة، ولكن الأجر العظيم إذا أخلص من الله تبارك وتعالى فالأجر عظيم. المعلم يمر بإحباطات كبيرة جدا، ولنا في من سبق أسوة. أنا بذكر قصة لعلي الطبطاوي، عمل 10 سنوات في التعليم قبل أن يعمل قاضيا في الشام. يقول أدخل على القاعة فيها قرابة 40 طالب، يقول ثم أهدو ساعة، وأهل اللغة يقولون الهذيان هو الكلام غير المفيد. ما تكتشف أن الكلام غير مفيد عندما انتهت الحصة. يقول أهدو ساعة ثم أقف للسؤال، يا أبنائي بارك الله فيكم، ما هي مكونات الجملة الأسمية؟ قال فيرفع عفريت أصبعه. قال تفضل. يقول في نفسه علي الطنطاوي، يقول الحمد لله أن جعل من بين هؤلاء 40 شخص واحد فهم. أجب يا بني بارك الله فيك. قال يا أستاذ هذا داس على قدمي. قال فأصرخ بالصوت، ألم أمنع الشكايات داخل الحصة؟ لماذا تدوس على قدمه؟ قال يا أستاذ هو عض أذني. قال ثم يتبرع على فاريث بالشهادة. بعد ساعة كاملة من التعب والنصب والكلام يفاجأ بأنها لم يدرك أحد. ثم يقول كلام جميل جدا، يقول حنانيك أني قد بليت بصبية، أروح وأغدو كل يوم عليهم، صغار نربيهم بملع عقولهم ونبنيهم، لكننا نتهدم، فمن كان يرثي قلبه لمعذب، فأجدر شخص بالرثاء المعلم، على كتفيه يبلغ المجد غيره، فما هو إلا للتسلق سلم، لكن سلم نماء ورقي وعزة وتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. كلمة أخيرة أقول، الإخلاص الإخلاص الإخلاص، وأقول لكل معلم لم يخلص لا يتعنى. أسأل الله عز وجل أن يؤجرهم ويجزاهم عنا خير الجزاء، ويجزي معلمينا عنا خير الجزاء على ما بذلوا لنا وقدموا لنا وعلمونا، وأسأل الله للجميع التوفيق والسلام. شكرا لك سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الكاسي، وسعداء جدا باستضافة الحلقة معك اليوم. وأنا سعيد جدا، وكل شكري الجزيل لك أخي عبد الله ولبودكاست جامعة الملك خالد على إتاعة ورصة، على أمل نلتقي إن شاء الله عز وجل في أيام قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكل معلم علمنا حرفا، شكرا لكل معلم أخلص في عمله، شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، والشكر كذلك موصول لكم أيها المشاهدون والمستمعون من كل مكان. كان معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الله المنشط، ونراكم بإذن الله في حلقات قادمة.